نحو الغرب، الغرب الليبي. ده الفيديو حضراته والراجل نشره على صفحته، احنا لا نتحمل مسؤوليته لكن بنعرضه قدام حضراتكم. بص مش معقول ده يكون تحرك عادي. افتراض ان التحرك ده مثلا للجنوب برضو ليه؟ افتراض هو صعب يتحرك لسينا لان سينا ممنوع يخش فيها قوات مسلحة مصرية، ممنوع. قوات المسلحة المصرية ما تتجرأش تفتح بقها هناك لان دي في اتفاقية دولية. لكن ده هو ربما متحرك للغرب او للجنوب. ليه؟ لو للجنوب ليه؟ لو للغرب ليه؟ لكن هو في الغالب الغرب لان الطريق ده طريق كويس وطريق جديد اهو. غالبا ده ممكن يكون الطريق الساحلي. وهل الفيديو ده حديث وربما يكون قديم؟ انا بس بقول كل التشككات دي عشان ما حدش يقول انت اجزمت. انا لا اجزم، انما العربيات الجيش اهي وحدات كامله محموله اهي مدرعات ومجنزرات محموله، دبابات محموله اهي على عربيات في طريقها الى مكان ما وعليها علم مصر. والراجل بيقول قوات مصريه تتحرك نحو الغرب. نحو الغرب بالنسبة لنا اللي هم ليبيا. فهل بدأت مصر تحشد في قوات وتدخلها إلى بنغازي مثلا؟ يعني إذا كان قوات التحالف اللي هو حكومة الوفاق موجودة في سرت، يعني على حدود سرت، إذا هي بعيدة عن مصر جدا، فالقوات دي رايحة فين بقى؟ ده إذا صدق. برضو من ضمن الحاجات اللي لقيناها على السوشيال ميديا، بوست الواحد اسمه حازم او الدكتور حزام الحزام بيقول السيسي يطلب 5 مليارات دولار للتدخل العسكري المحدود في ليبيا والامارات ترفض المبلغ وتهدد بازاحته واستبداله برئيس الاركان حجازي ولعت بينهم. انا برضو لا اتحمل مسؤوليه مدى صدق هذا البوست، لكن انا سالت على صاحب البوست دكتور حزام الحزام ده، قيل لي من مصدر انا بثق فيه انه راجل لديه اتصالات جامده جدا وهو راجل عارف هو بيقول ايه ومعهود على السوشيال كلامه يعني، فانا ما اعرفش. لكن هو بيقول السيسي طلب 5 مليارات دولار عشان يتدخل، طلب من الامارات عشان يتدخل تدخل محدود في ليبيا. الامارات رفضت دفع المبلغ وهددت بازاحته واستبداله برئيس الاركان محمود حجازي. لا اتحمل برضو مدى مصداقيه هذا الكلام ولا الفيديو، لكن أنا بعرضه، أنا بعرضهم لحضراتكم. ربما يكونوا الاثنين صح، ربما يكون واحد فيهم صح، ربما يكون الاثنين غلط، لكن أميل إلى كلام حزام الحزام وأنا مصدق الفيديو. يعني لو سألتني أنا شخصيا عن رأيي أنا مصدق الفيديو إن القوات دي متجهة للغرب، وأميل إلى إن حزام الحزام ده أو حازم الحزام ده أو حزام حزام يصدق، لأنه فعلا السيسي نتن وكان سبق طلب من السعودية والإمارات فلوس عشان يبعت قوات مصرية لعاصفة الحزم لكن رفضوا فما دخلش، ما راحش، ما بعتش يعني. وده اللي قاله عباس كامل، قال في 90 مباراة غلط كان يقول لهم عايزين اخش الكويت ادفع لي كذا. فهم الاثنين رؤساء عصابة ونتنين قوي. نشوف اللي بعده. على غرار المجنون المعتوه عبد الفتاح السيسي، ولد في امريكا او ظهر في امريكا مجنون ومعتوه اخر هو ترامب، اللي بتقول احد الاخبار سي ان ان بتقول انه طلب 10,000 جندي لمواجهه احتجاجات واشنطن اثناء المواجهه. والكلام ده من كام يوم الحقيقه، لكن ماركس اسبر اللي هو وزير الدفاع الامريكي رفض هذا الطلب. وانا مصدق ده لسبب، لانه كان في تصريح من كام يوم بيقول من البيت الابيض، متحدثه باسم البيت الابيض كانت بتقول انه مارك اسبر موجود في موقعه وانه هيتغير لكن مش دلوقتي، او يعني كان في كلام كده انه هل تمت الاطاحه بيه. واذا الكلام ده كان بناء على الاخباريه دي ان ترامب طلب من وزير الدفاع الامريكي انه ينزل الجيش في الشوارع، ولكن وزير الدفاع قال له الجيش لا علاقه له بهذه المسائل وما تدخلش الجيش في الموضوع ده. وهو مش بس رئيس بس وزير الدفاع، لكن كمان رئيس الاركان الامريكي قال نفس الكلام لترامب، قال له الجيش ما بندخلوش مع المسائل دي خالص، جيش محترم مؤسسه يعني. فكانت النتيجه انه كان ظهر كلام على اقاله وزير الدفاع ورئيس الاركان. اذا الخبر ده الى حد كبير جدا في نسبه عظيمه من الصحه، وهو ان ترامب حاول ينزل الجيش في الشوارع. نشوف دلوقتي فيديوهات
كثيرة جدا لإهداء على المتظاهرين من الشرطة الأمريكية. You guys see it right here. Police officers starting to move some of the crowd. Sadly, الحقيقة في مثل مصري قديم لمصطفى، لما بشوف رجل شرطة بفتكره. المثل بيقول ابن الحرام يطلع يا أواس يا مكاس، مثل كده من أيام محمد علي. خش على كتاب تيمور في الأمثال هتلاقيه. ابن الحرام يطلع يا أواس يا مكاس، عارف يعني ايه أواس؟ قاتل يعني. يا مكاس يعني بتاع ضرايب، بتاع الجباية، عارف المكوس؟ لأنه كانت طول عمر الشرطة هي كلاب الحاكم في أي بلد. على فكرة ما بقولش في بلد محددة، في أي بلد، في أي بلد، في تركيا، في أمريكا، طول عمر الشرطة هي كلاب الحاكم. فالمثل المصري، لأن المصريين ده كتير على قد الشرطات، الشرطة بتاعت الدول المختلفة، فقالوا ابن الحرام، ابن الحرام يطلع يا أواس يا مكاس. ما صحة المثل الله أعلم، بس انت شفت ست بيضربوها بالطريقة دي؟ ضرير، راجل ضرير يا عيني، عمالين يزقوا فيه بالشوارع كده. ست يا راجل، ست ناولها لكمة من بتوع محمد علي او بتوع تايسون، مايك تايسون، انا مش قادر اشوف منها. انما بص، لا، وشوف الست دي، شوف الست دي مسقعه، اقف بقى عند الكادر ده لحد ما يحط رجله عليها. نفس الحركه اللي مات بيها جورج فلويد. بص بص بص، نفس بص، اقف هنا علي، بص، نفس الحركه، يحط ركبته على العنق بتاعها من فوق كده. نفسها دي حركه مات فيها واحد فحل، يعني واحد كانت قصته حلوه، ما بالك بست. بص بقى الفيديو اللي بعده، نفس القصه برضو، الراجل الضرير اللي ماشي وهم يزقوا فيه. العب بقى كده علي، وهم يفضلوا يزقوا فيه يزقوا فيه، الراجل مش شايف اصلا، ده معاه عصايه، ده راجل ضرير، مش عارف علي هنج منه البتاع. انما يعني ما علينا يعني، اهو بس بعد شويه سيبك من دول، شرطة العجل دي، وهو كل ولاية لها شرطة بتاعتها يعني. لكن الفيديو اللي جاي اللي هو بتاع الراجل الضرير، هو ده راجل ضرير. بص بص، الراجل مش شايف اصلا، يعني الراجل مش شايف. بص الشرطة، وبص الراجل ده بيقول له ايه السلاح اللي انت شايله، راح واكله واحدة. بص فيش يام مرحميني، فيش يام. بص يا معلم، ودي بص الست دي كانت بنيه، لو كلها راجل يا خبر ابيض، يا خبر ده يعني. بص 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 بص، حاجه عجيبه جدا. انا ما اعرفش المثل بيقول كده مصطفى، انا ماليش علاقه بيه. ابن الحرام يطلع يا مكاس يا اواس. على كل حال، انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نعدي الفيديوهات دي وعلي يعديها كده. أنا بس عايز أقول حاجة بسيطة جدا، لو الفيديوهات دي في تركيا، يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، لو الفيديوهات دي في تركيا كان زمان الدنيا قلبت عليها، كان زمانهم دلوقتي موسى شغال ونشأة الديهي والكلاب السكك دي، كانت زمانها دلوقتي شغالة. أوبا، حاجة جامدة جدا يعني، حاجة يعني بنت لذينة بقى، كان زمانهم دلوقتي بيعملوا فيلم بقى، شوف اردوغان الديكتاتور. لكن ما فيش بقى دلوقتي، ما بيتكلموش على الحاجات دي. دي ام سي واي سي ام سي وبي ام سي وكل قنوات تامر هجرس ما بتجيبش الحاجات دي، لان الحاجات دي عيب، الحاجات دي عندهم عيب، دي بتاع ترامب بتاعهم. فيديو واحد من دول، فيديو واحد من دول كان كفيل بانه يقعدوا يعملوا عليه حفلات ليالي. على كل حال، ده في امريكا. خلينا نشوف اللي بعده.
أيمن نور، دكتور أيمن نور زعيم حزب الغد، كان الحقيقة صدر له قرار حكم يعني لصالحه بتجديد جواز السفر بتاعه، لكن صدر اليوم حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم في القضية رقم كذا السنة كذا الصادر لصالحه باستخراج جواز السفر. الفضيحة الأولى هي إسناد الحكم لمادة ملغاة حكم الدستورية من 20 عام في القضية رقم 243 لسنة 21 قاف، وهي المادة 11 من القانون 97 لسنة 59. إذن كان صدر له حكم بتجديد جواز سفره، لكن النهاردة الإدارية العليا أصدرت، أو من امبارح يعني الإدارية العليا أصدرت حكم بإلغاء الحكم اللي صدر لصالحه. فمعلش يا دكتور، خلاص بقى الباسبور ده إن شاء الله نبقى نعمله لك، أبقى أنا أعمله لك لما نرجع مصر إن شاء الله، لما يغور السيسي في داهية. اللي بعده، محمد صلاح لاعب الكرة المصري اللي يعني هي فخر لكل المصريين، بيحتل المركز رقم 100 في قائمة فوربس من أغنى أو المشاهير الأكثر دخلا في العالم. أهو محمد صلاح يحتل المركز 100 في قائمة فوربس للمشاهير، بيقولوا دخل 34 مليون دولار تقريبا. الأرقام أنا ما بعرفش في الأرقام قوي، لكن تحت في متن الخبر بيقولوا من السنة اللي فاتت يعني محمد صلاح حصل أو يعني كان داخله اطلع احتل المركز المائة، آخر واحد غلبان يعني. احنا عايزين ايه محمد صلاح جماعة؟ ده آخر واحد، ده طلع آخر واحد في المية، ده طلع آخر واحد يا علي اهو. ولا تأصدرتها طب ايه يا علي؟ الشهر الجاي نتبرع كنا بمرتباتنا لمحمد صلاح جماعة عشان ننططه. كل اتخصم منه 20%، مش معنى محمد صلاح يعني ناس ليها 20% وناس ليها محمد صلاح، ده كلام؟ اه والله القنوات كلها خصمت 20% كوارث يعني عشان الاقتصاد. فمحمد صلاح ما احنا نكلم مجلس اداره قناه مكملين يمسك ليفربول، وانا متاكد ان مجلس قناه مكملين، مجلس اداره مكملين لو مسك ليفربول بجد يعني هو ما تدورش على النتائج لكن هيوفر فلوس، صدقني يعني. محمد صلاح لو مسكك الإدارة هنا هتنشفها عليك. اللي بعده، واحد من المناظرين الشرفاء اللي العرب لو هم عندهم قيمة وكرامة العرب كانوا ممكن يحتفوا بهذا الشخص، هو السيد رمضان شلح اللي هو أستاذ الاقتصاد اللي سخر نفسه للمقاومة الفلسطينية. هذا الرجل رحل عن عالمنا في صمت تام جدا، رحيل رمضان شلح أستاذ الاقتصاد الذي سخر نفسه للعمل. دي الخبر ده أعلنته حركة الجهاد الإسلامي مساء يوم السبت، وفاة أمينها العام السابق رمضان عبد الله مشلح الأمين الذي يعتبر الأمين الثاني للحركة منذ نشأتها وتأسيسها. اتولد في حي الشجاعية أحد أشهر أحياء مدينة غزة لأسرة محافظة 11 فرد، نشأ في القطاع ودرس في جميع المراحل التعليمية وحصل على شهادة ثانوية، وسافر إلى مصر لدراسة الاقتصاد في جامعة الزقازيق وحصل على شهادة بكالوريوس في علم الاقتصاد سنة 81. في 95 انتقل إلى سوريا، وخلال انتظار الانتهاء من أوراقه الخاصة بالعودة التقى بالأمين العام المؤسس لحركة الجهاد فتحي الشقاقي، وعمل معه لمدة 6 أشهر لوضع الخطط. خلال تلك الفترة اغتال جهاز المخابرات الموساد الإسرائيلي الشقاقي لتجتمع قيادات حركة الجهاد وتقرر انتخاب شلح أمين عام لخلفا له، فشغل هذا المنصب من سنة 95 لحد 2018 حين تعرض لوعكة صحية شديدة منعته من الاستمرار في العمل. والله العظيم الناس الطيبة بتموت والأنجاز بيفضلوا عايشين. هذه فيديو للسيد رمضان شلح. ونستعير كلمات المصطفى، والله لو أنهم وضعوا كل شموس الأرض في يميننا وكل أقمار الأرض في يميننا وكل شموسها
في يسارنا على أن نتنازل عن شبر من أرض فلسطين أو ذرة من القدس فلن نقبل. كلمة أخيرة، فلسطين ما ضاعت منا على طاولة المفاوضات، فلسطين ضاعت بقوة السلاح، فلسطين ضاعت بالإرهاب الصهيوني. ونحن تعلمنا، وكما قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في واحد اسمه عبد الخالق عبد الله، وهو عامل نفسه مستشار. تخيل طحنون رائع الجمال والمعيز عنده مستشار اسمه عبد الخالق عبد الله، وهو عامل نفسه مفكر، ما على نوعية الأخ بتاع الصهاينة الجدع اللي اسمه عزم بشارة. ما هو العرب بأتمالوا مفكرين سياسيين يعني. المهم يعني عبد الخالق عبد الله ده كتب تويتة عجيبة جدا، بيقول: طرابلس أصبحت أول عاصمة عربية تقع تحت الاحتلال التركي، والرهان على دور مصري حاسم خاصة الجيش المصري الذي هو ضمن أقوى 10 جيوش في العالم لردع أردوغان ووقف زحف مرتزقته شرق وغرب وجنوب. هو يبدو أن ده طبعا التفكير اللي بيفكر فيه حكام الإمارات، وهو الزج بمصر في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. وأنا أتمنى من الله أن السيسي ما يكررش غلطة عبد الناصر في الستينات ويروح اليمن، يعني هيبقى يمن جديد. ليبيا لو دخلها الجيش المصري هتبقى يمن جديدة. والحقيقة السيسي أجبن من أنه يخش حرب، والسيسي يعلم تماما قدرة وتفوق الجيش التركي، ويعلم أنه هو في صف واحد حرامي أصلا اسمه حفتر، وأن اللي معاه مرتزقة، وبالتالي الجيش المصري هيخسر خسائر رهيبة جدا لو دخل في الحكاية دي، لأن دي معركة مش بتاعتنا، وإحنا يهمنا أصلا استقرار ليبيا. إنما يبدو أن الإماراتيين بيحذروا السيسي، لأنه يعني أطبخ يا جاري يا كلف يا سيد، إن إحنا مش غرمانين حاجة، دخل الجيش المصري يتهلك في ليبيا كام سنة وإحنا نقعد بقى إيه نغني له. غريبة جدا القصة دي يعني. لكن هو واحد تاني بيقول: حاربنا بالوكالة كثيرا ونتج عن تلك الحروب سقوط مصر في فقر مدقع، تعايرنا شعوبكم الكريمة به. يرد على عبد الخالق عبد الله وتنكر سبب تحولنا من أغنى دولة بالشرق الأوسط بلا منازع إلى أفقر دولة أيضا بلا منازع، ويكتمل جميلكم بدعم حكام تستبعدنا وتختلس ما تطلقون عليه معونة لنا وبعلمكم، ثم تعايرنا بها أيضا كمصري أرفضه بشدة. عندك حق والله يا عجوز، عندك حق يا عجوز والله، والله العظيم تدخلونا الحروب وندفع الثمن، ولادنا يموتوا ونهلك واقتصادنا يقع، وفي الاخر لما نيجي نقول لكم معونة تقول لك شحاتين، المصريين شحاتين، روح يا مصر اشتغل في بلدك والحاجات دي. لكن التغريدات الحقيقة ردت عليه: هو انت بجد طبيعي وعقلاني ولا بتسالك قدرتك المعرفية؟ ولماذا لم تطلب من دولتك ان تقوم بهذه المهمة؟ ممكن تركن على جنب. حساب تاني بيقول: الجيش الذي يحتل المرتبة رقم 10 من جيش العالم غارق في سيناء وغير قادر على هزيمة جماعة مسلحة لا يتعدى أفرادها المئات. الجيش المصري تخصصه كعك العيد فقط. يا حضرات، أولى بكم الانشغال بتحرير الجزر الثلاثة اللي هي متاخدة لإيران، ولا بأس حينها بمنشرة الجيش المصري المساعدة بدلا من الدعوة لطويلته في معركة خاسرة. عوراتكم كشفت، والصفر الدولي للإمارات الإماراتي خارج نطاق التغيير التغطية في ليبيا. من الآخر فاتكم القطر. عبد الله الأيوب بيقول لهم: تبددت أحلامكم. المصريين والله واعيين جدا، والعرب واعيين جدا. السيسي متورط في الصراع الليبي وأقل تورطا منكم باعتباركم أكبر الممولين وأكبر الخاسرين، وهو لا يستطيع التورط أكثر بشكل مباشر لأنه يخشى من جيشه ولا يثق فيه. مبادرته الأخيرة هي إعلان هزيمة ومحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. المهزومون لا يطرحون شروطا بل ينفذون ما يأمرهم به المنتصرون. الجزر بتاعتكم تحت اي احتلال يا حظي، ده ام اليمن اللي بتقول له، والجزر متاعكم تحت اي احتلال يا حظي. ايوه كده يا اخي عبد الخالق عبد الله، يا اخي انتوا مالكم ولا ليبيا؟ روحوا لموا العار بتاعكم، ثلاث جزر واخدين عليكم ايران، طنب الكبرى وطنب الصغرى والحاجات دي،
روحوا خدوها من ايران الاول. مالكم الليبيين انتوا؟ مالك يا عبد الله محروق قوي كده على الليبيين؟ ما تشوفوا العار اللي انتوا مش قادرين تفتحوا بقكم مع ايران. ايران اللي امريكا عايزه تحاربها وواقفه قدامها زي كلب. يا اخي الله يخليك انت وبن زايد وطحنون بنضارته دي، راعي الجديان والمعيز، روحوا شوفوا الثلاث جزر الاول، ما تزقوش جيشنا في القصه دي. مش ولادكم هم عشان ترموهم في النار وبعدين تيجي تقول اصل مصريين احنا اقوى جيش، الجيش المصري خليه يروح يحارب، وانت تقعد في الخيمه تلعب في صوابع رجلك. والتاني لهبل بالوكاله ده اللي عبد الفتاح السيسي، ايه اللي يحشر جيشنا هناك احنا؟ يا اخي انت على راي اللي قال، قال لك السيسي فاهم غلط، فاكر ان الخناقه ما بين حفتر وعقيله صالح، جابهم مصر يعمل بيهم مؤتمر، يخرب بيتك وبيت غبائك. المشكله بين حفتر وحكومه الوفاق. والسيسي الغبي ده لو خد فلوس فعلا هيبعت ولادنا النار. ده اصلا في اسلحه مصريه هناك. حد قال له ولماذا لا تراعن على قوتكم يا بروف؟ الم تدعي سابقا بانكم سبارتا الجديده؟ أن قواتكم فقط لتدمير اليمن وحماية المواخير في دبي. يا ريت يا أخي، دول خدوا ودعكوا علقة في اليمن. دكتور كمال بيقول سبحانك ربي، لازلت أذكر تقديراتك قبل شهر عندما كان حفتركم مطبقا على طرابلس من كل جانب، حينها قلت أين المفر يا سراج؟ أبو ظبي أصبحت هي المركز الثقة العربي، فنحن إذا قلنا فعلنا. واليوم يا دكتور تستنجدون بالجيش المصري، ما أجمل أن يعرف الإنسان حجمه الحقيقي. بص يا دكتور كمال، عايز اقول لك على حاجه، ده له تصريح بقى منشور في الشروق بيقول فيه ايه بقى؟ بيقول فيه ان الدول الخليجيه الان هي المنوط بها قياده الامه العربيه الى حين. والله منشور في الشروق الكلام اللي بقوله ده؟ لا، والشروق نشراه. عن اي دول خليجيه تتحدثون؟ يا اخي من ساعه ما السعوديه مسكت الخارجيه المصريه والعالم العربي الحقيقه منكس الراس. عن اي دول عربيه تتحدثون؟ عن الامارات اللي دخلت في سوريا خربت بيتنا، ودخلت في اليمن خربت بيتنا، وفي ليبيا خربت بيتنا؟ عن اي دول عربيه خليجيه؟ ده من ساعه ما انتوا ظهرتوا اصلا والوطن العربي بيتنكس. من ساعه ما ظهر على السطح قاره الخليج وهم بيتحكموا بيامروا وينهوا والوطن العربي حالته في النيله. عن اي دول عربيه تحدثوا؟ يقول لك الدول الخليجيه هي الان تقود الامه العربيه. عن اي امه؟ عن اي امه بتكلموا؟ الشعوب بقى بتحس بحاجه والقاده بيتكلموا عن حاجه تانية خالص. عن اي امه؟ بوظتوا الدين وبوظتوا السياسه وبوظتوا المجتمع وبوظتوا الدول وعملتوا فتن وصرفتوا مليارات على فتن على شعوب عربيه بتتقتل بفلوس الامارات وباسلحه مصريه. عن اي دول عربيه بتكلموا؟ عندك حق، لان بشار موجود بفلوسكم، والسيسي موجود بفلوسكم، وحفتر موجود بفلوسكم، وفي اليمن نفس القصه، وعمالين تلف ورا السودانيين عشان تبقى تحت ايديكم. وانا عارف ان مجلس التغيير ده ولا قوى الحريه والتغيير دي هتتذللكم بعد شويه. انا عندي قلق من بتوع الحريه والتغيير. المهم يعني اهو خبير يشرح لماذا لا تدخل عسكريا في مصر. اهو الخبير ده محمود خلف. انا بس عايزك تشوف تصنيف الخبير ده، شوف البوست بتاعه كده، اطلع كده، اطلع اهو اهو، ده محمود خلف. بص بقى، بص اقف، بص. قال اللواء دكتور محمود خلف، بيشتغل بقى قائد الحرس الجنوبي الازرق، وايه كمان؟ مؤسس سلاح الصاعقه الليبيه. امتى بقى؟ امتى راح اسس سلاح الصاعقه الليبيه؟ سوري، اللي هو فين؟ فين سلاح الصاعقه الليبي؟ لو ما حفتر، المرتزقه بتوع حفتر، الجنجويد اللي انتوا جايبينهم ذوات البشره السمراء والجماعه اللي جايبينهم الروس، هم دول الصاعقه اللي انت دربتهم محمود خلف؟ وبعدين بيقول احنا مش هنتدخل دلوقتي، وقال لك اصل احنا الجيش المصري ما بيحاربش على غير ارضه، ويلزمنا اللي فيها مستعرات دقيق لتوزيع القوات المختلفه على الارض. قال يعني الجيش المصري مش هناك؟ يا عم مسروق بقى، الجيش المصري هناك والله العظيم، هناك من زمان. على كل حال خلينا نشوف الفيديو ده. نائب تونسي يسخر من حكام الخليج لتدخلهم في الحياه النيابيه والسياسيه في تونس. عن اي حكام دول الخليج تتحدث؟ عن اي دول الخليج؟ يقول عبد الله اسمه ايه، عبد الخالق عبد الله، يقول لك الدول الخليجيه الان هي من تقود الامه العربيه. بتلعبوا في تونس لعبه وسخه، بتلعبوا في ليبيا لعبه اوسخ، ولعبتوا في مصر لعبه واطيه، بتلعبوا في سوريا، بتلعبوا في اليمن. عن اي دول تتحدثون يا اخي؟ العار عليكم. اسمع الراجل التونسي بيقول تعافي كذلك من خلال قنوات العبريه، والغد وسكاي نيوز الى ال ناقص وال منشار وآل طحنون، ونقول لهم أدام الله خيباتكم
وهزائمكم ونقول لهم نحن لم نأتكم ولم نتدخل في انتخاباتكم، لم نتدخل في انتخابات أجمل ناقة، ولم نتدخل في انتخابات أجمل ماعز، فلماذا تحشرون أنوفكم في شؤوننا؟ ولماذا تتدخلون في انتخاباتنا؟ ومتى ستكفون عن التسلية بدمنا، بدم أشقائنا العرب في اليمن؟ عشرات الآلاف الذين عجنتموهم تحت الإسمنت، إخوتنا في سوريا، الآلاف الذين قتلوا بأموالكم، الآلاف في ليبيا، طرابلس التي تقصف منذ أكثر من عام والجميع صامتون، الدم الليبي لم يكن يعني لديهم شيئاً، اليوم تتحرك فيهم الشعرة لنصرة ذلك العميل المنقلب الذي سأعود إليه لاحقاً. مجلس الأمن الحقيقة عامل زي الزوج المخدوع. مجلس الأمن النهاردة أصدر قرار بمد حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. أهو أنا بستغرب على مجلس الأمن بصراحة. مجلس الأمن يمدد بالإجماع حظر السلاح إلى ليبيا لمدة عام. حد يقول لي مجلس الأمن والإخوة اللي مجتمعين دول أنتوا كروديات، أنتوا مغفلين، أنتوا مغفلين. ليه بقى بقول مغفلين؟ لأنه ببساطة الأسلحة بتخش ليبيا بقالها 6 سنين. الفيديوهات اللي شفناها امبارح حضرات في مصر النهاردة وعن 67 دبابة مصرية اللي هي من طراز رمسيس المعدل، ما ده سلاح دخل لحفتر. آلاف الصناديق من الأسلحة اللي شفناها في الفيديوهات في طرهونة، ما ده سلاح دخل لحفتر. عن أي حظر سلاح تتحدثون؟ بص أفكر الكرديات بتوع مجلس الأمن بالفيديوهات دي، اتفرج كده. زيد قر يا زايد، زيد قر يا زايد. لا يبارك، لا يبارك. طيب أدي شفته، حد يبلغ مجلس الأمن إن الأسلحة موجودة في ليبيا. وعشرات المئات من الفيديوهات اللي بتكشف عن الصناديق، امبارح عرضنا لكم، معرفش هو النهارده بس جايبين المدرعه تايجر اللي هي بمليون دولار دي، دي اللي قال لنا عليها الاستاذ عبد السلام الراجح امبارح، دي الامارات شارياها بمليون دولار، اخذوا منها 200 واحده من المدرعه دي، يعني 200 مليون دولار. الاسلحه دي ازاي دخلت ليبيا يا مجلس الامن؟ لو جاي النهارده يقول لك حظر دخول السلاح الى ليبيا، امال ده ايه؟ الصناديق يا مصطفى اللي عرضناها امبارح فين؟ ما تديها لمجلس الامن، يمكن حد يفوق من الجماعه اللي بيسكروا بتوع مجلس الامن. الصناديق اللي عرضناها امبارح، عشرات المئات من الصناديق اللي بيفتحوها ثوار ليبيا مليانه السلاح بتاع 120 ملي ومليانه اسلحه وقنابل وحاجات من كل الانواع. لدرجه ان عبد السلام الراجح امبارح، عبد السلام الراجح بيقول لي ان احنا الشباب تعبوا وما بينقلوا الذخيره دي، السلاح ده ازاي دخل ليبيا؟ مجلس الامن مستعبط؟ اكيد مستعبط. اهو خلينا نشوف بقى، مش عارفين نحاربه ومش عارفين نجيب الفيديو، لكن خلينا دلوقتي الحقيقه نشوف حاجة تانية. ما عرفوش يحاربوا الوفاق ويخسروا، فلجأوا إلى الدين، لجأوا إلى الدين عشان يحاربوا بيه تركيا. شوف أهو، بص أهو جاب لك الأسلحة، أهو شوف اتفرج أهو الأسلحة دي إزاي دخلت ليبيا. حد يصحي مجلس الأمن ويقول لهم الأسلحة دي إزاي دخلت ليبيا؟ بص بص الأسلحة دي زي دخلت ليبيا. عن أي حظر سلاح بتتكلموا؟ بص 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 بشوكها يا معلم، يعني دانات وقنابل ومن كل الطرق. بص إزاي دخلت ليبيا، وبعدين دلوقتي يقول لك مجلس الأمن يحظر دخول السلاح إلى ليبيا لمدة سنة كمان. يا راجل يا راجل، ده كله إيه بقى؟ ده كله زي دخل ليبيا، استعباط دولي والله العظيم، عالم بيستعبط والله العظيم، وطيارات ودبابات، ازاي دخلت الحاجات دي ليبيا؟ يقول لك يحظر استخدام السلاح الى تصدير السلاح الى ليبيا لمده عام كامل. طيب سيبك يا علي، متشكرين يا مصطفى جدا. دلوقتي بقى نشوف ما عرفوش يحاربوا الوفاق وخسروا، فيلجأوا لايه بقى؟ للدين. تعال اتفرج بقى بيقول لك ايه بقى. شوف
قوات الوفاق تسيطر على مخزن الغام وتسقط مسيرتين اماراتيتين. راحت ازاي المسيرات دي؟ راحت ازاي دي ليبيا؟ اهو اتفضل الاسلحه دي ازاي اتنقلت لليبيا؟ بيستعبط مجلس الامن بس اتفرج يا معلم واسمه ايه دي بتاعت الغام دي ازاي راحت ليبيا؟ ازاي ادي الدبابه المصريه اهي اللي هي رمسيس، هي دي رمسيس معقوله؟ يا وحش ليه كده؟ لا مش معنى هو قال دي مصريه، دي الدبابه المصريه دي معموله في العتبه ولا ايه؟ دي معموله تحت السلم، دي هي دي الدبابه رمسيس، دي معموله من ايام رمسيس فعلا اهو، هي دي الدبابه رمسيس يا مصطفى؟ بتتكلم جد والله؟ لا ده عمل فني مركب، ده ايه ده بقى اللي معمول ده؟ ده اللي عملها متاثر جدا بالجيمز، لان شفت اللي شفت دي في لعبه، شفت الدبابه اللي هي مبلطه دي في لعبه، ايه بقى ده؟ دي الدبابه الرمسيه المعدله؟ وايه قالب الطوب دي؟ كانوا يسقفوا ما لحقوش يخلصوا الدبابه صح؟ راحت قبل ما يخلصوها. ازاي السلاح ده دخل ليبيا؟ 67 دبابه من دي. على فكره انا رايي الاستاذ عبد السلام يفكوها والمصحف يبيعوها خرده حلوه. والله العظيم تجار الخرده يقعوا زي النار. دي توزن دي، ده الجنزير توزن، اصل دي مش يا راجل ده كلام بالذمه. انا عايزك تشوف الدبابه اللي اسمها ابرامز الامريكيه. والنبي علي تجيبها. النبي على قلبك يا شيخ تجيبها. دبابه اسمها ابرامز امريكيه تقريبا. وفي دبابه ثانيه اسرائيليه حديثه عملوها الصهاينه. بس عادي كده ايه؟ دور عليها على جوجل كده الدبابه الامريكيه ابرامز تقريبا. حاجه يا معلم، حاجه. في عربيه زمان كانت بتشتغل ما بين الشوارع قبل ما تنزل عربيات تويوتا والحاجات دي، ميكروباص اسمه رمسيس. كان بيشتغل خط امبابه. وكان بيشتغل الجيزه يروح امبابه يعدي على مجلس الدوله والحاجات دي. وحياه ربنا ما من مره اركب العربيه غير اقول ده المفهوم المجرد لصناعه السيارات. اربع كاوتشات وشبابيك. بس. بس. فيبدو ان دي رمسيس. شوف بقى لقات الدبابه الامريكيه دي ابرامز، شوف اتفرج، شوف الدبابات يا معلم. اتفرج على الدبابات. يعني الدبابه وهي جايه عليك كده تجري. بجد والله تجري. لا وقدرتها على المناوره بقى والحاجات والجو. على كل حال ما عرفناش نحارب البتاع، شوف الدبابه بقى، اتفرج على الدبابه يا معلم. اتفرج يا معلم. شغل المعلم لابنه. ما علينا يعني. انا بس واحنا في التصنيع العسكري اصل احنا في الضياع يعني. انا بس عايز اقول لك ما عرفوش يحاربوا بقى الاتراك فقرروا يحاربوا الاتراك في العقيده، فقال لك ايه بقى؟ نسلط عليها الكلب بتاعنا الديني. مين الكلب الديني بقى؟ اهو. اللي هو مؤشر الفتوى. مؤشر الفتوى بيقول ان اردوغان يواصل استغلال الدين والفتاوى بتركيا لترسيخ ديكتاتورية. بص نسلط عليها معلم. بص اللي ما يهمك سلط عليه جوز امك. ماشي؟ لا ده في واحد تاني بقى اجمد. في واحد تاني اجمد بكتير جدا. في واحد تاني بقى اجمد قوي. قال لك ايه بقى؟ سيبك من شتم اردوغان، يشتموا اردوغان عادي جدا، احنا مالنا؟ واحد مواطن. لا دار الفتوى ايه؟ نشر موقع دار الافتاء المصريه بيان رقم او بيان 1811 كلمه. البيان ايه؟ على موقع الكتروني. هاجمت فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووصفت فتح القسطنطينيه اللي هي اسطنبول بالاحتلال العثماني. دار الفتوى المصريه هاجمت اردوغان عادي، ما فيش مشاكل. انما وصفت الفتح العثماني لاسطنبول للقسطنطينيه اللي اسطنبول اللي احنا قاعدين فيها دي وصفته بالفتح اهو، وصفته فتح القسطنطينيه بالاحتلال العثماني. حلو؟ هيجي واحد يقول لي طب وانت ايه مشكلتك؟ انت زعلان عشان قاعد عند اردوغان وقاعد في اسطنبول، زعلان احنا نقول الفتح العثماني الاحتلال العثماني؟ اخص عليك فلوس اردوغان. لا افهم يا غبي، افهم قبل ما تحط رجلك. بص بتحط فين؟ ده الفتح العثماني ده بشر به النبي عليه الصلاه والسلام. اهو القسطنطينيه يفتحها خير قائد وخير جند، الافتاء المصريه بتقول لك احتلال عثماني. حديث عن سيد هو الفتوى دي، دار الفتوى دي بتشتغل كده وخلاص ما بتشوفش. يعتبر فتح القسطنطينيه نبوءه من اعلام النبوه
التي تحققت لاحقا، حيث جاء في الأثر أن القسطنطينية يفتحها خير قائد وخير جند وفق بشريات النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. دار الإفتاء المصرية نشرت بيانا مطولا على موقعها الإلكتروني هاجمت فيه رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، واصفها فتح المسلمين القسطنطينية بالغزو العثماني. واتهمت الإفتاء المصرية في بيانها الرئيس التركي باستغلال الخطاب الديني وسلاح الفتوى لتثبيت أركان حكمه. والسيسي بيعمل إيه؟ وجاء في البيان أن العثمانيين احتلوا اسطنبول، احتلوا سنة 1453 وحولوا كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بعد 916 سنة من اعتمادها كنيسة. كما نددت الإفتاء في بيانها ما وصفته بتدخل تركيا في الشأن الليبي. فالراجل الحقيقة عبد الفتاح السيسي طلب من كلابه أنهم يهاجموا تركيا بكل الطرق، لأنه هو شايف مهازل حصل لجيش حفتر أو لعصابات حفتر في ليبيا. فنعمل إيه بقى؟ نضربه في العقيدة. فهم بيضربوا في العقيدة، ضربوا في الحديث ده المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه خير قائد وخير جندي يفتحوا القسطنطينية. لا ومش بس كده، اللي بيقولك الغزو العثماني، هنا في منطقة في اسطنبول اسمها أيوب. أيوب، منطقة أيوب دي مدفون فيها الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، وتشوف الأتراك بقى وما بيروح القبر بتاعه، المزار بتاعه، حاجة يعني. ليه بقى؟ أبو أيوب الأنصاري ده واحد من بدايات الفتح الإسلامي اللي حاولوا يفتحوا القسطنطينية وسقط شهيدا تحت أسوار القسطنطينية. فلما سقط شهيد في بداية وخول المسلمين أو أول محاولة للمسلمين لفتح القسطنطينية، سقط أبو أيوب الأنصاري وواحد من الصحابة، سقط شهيد فدفن تحت الأسوار. لما جاء الشاب الصغير اللي اسمه محمد الفاتح اللي عنده 26 سنة فتح القسطنطينية، نقلوا رفات هذا الصحابي الجليل من تحت أسوار القسطنطينية الموجودة دلوقتي، نقلوها إلى داخل القسطنطينية لمنطقة أيوب. فأصبحت المنطقة تسمى باسم منطقة أيوب، وفيها ضريح ليه. وأنا رحت الضريح ده كتير الحقيقة، وشوف عشرات المئات من الأتراك وهم بيقولوا هذا الضريح ويقولوا هذا الصحابي. فالسؤال دلوقتي لدار الفتوى المصرية، إذا كان ما يسمى بالغزو العثماني احتلال، فلماذا استطاع أو فكر المسلمين في بداية الفتح الإسلامي أنهم يفتحوا القسطنطينية وسقط عشرات الآلاف من الشهداء على أسوار القسطنطينية؟ يا كلاب يا أولاد الجزم، أنا لازم أكون مؤدب عشان أتكلم عن حاجات كويسة. والله أنتوا كلاب، لأن أنتوا حتى في الحرب دي مش عارفين بتحطوا رجلكم فين. خلاص اشتموا أردوغان، ما تشتموه، قولوا عليه في الخمر، إنما تقعد تقول احتلال عثماني اخص عليك خسيت. وبعدين أردوغان ديكتاتور، تابو ترامب، ما فيش حاجة عن ترامب، المشاهد دي بتشوفهاش. بص عاجل الجيش الليبي يعلن تحرير منطقتي جارف والقبيلة والقبيبة، شالها من قدام. جنوب سرت من ميليشيات حفتر، مشكورين يا أولاد، منصورين يا أولاد. والله العظيم الليبيون بيشكروا الجزائر وبيشكروا تونس وبيشكروا تركيا وبيشكروا قطر بعد هذه الانتصارات الأخيرة، وبيرفعوا أعلام تونس وقطر والجزائر على أسطح المنازل في ليبيا. أهو اتفرج، شكرا الجزائر، شكرا تونس، شكرا تركيا، شكرا قطر. يا سلام يا سلام، الشعب الليبي بيشكر الجزائر وتونس وقطر وتركيا. والله العظيم أحسن، وتحياتنا لكل الشعب الليبي والله، ومبروك ويا رب انتصار الانتصار. رويترز بتقول حملة سورية روسية متسارعة لتجنيد سوريين للقتال لصالح حفتر. على طول بصوا واقفين واحد واحد خايب. الأستاذ عبد الرحمن شاطر العضو مجلس الدولة الليبي بيقول انتعاش اقتصادي كبير تشهده مدينة بنغازي اللي هي تحت سيطرة حكومة حفتر أو قوات حفتر. بيقول انتعاش اقتصادي كبير تشهده مدينة بنغازي بسبب تدفق السياحة الداخلية عليها بالآلاف من الغرب الليبي خلال أسبوع، مما اضطر الاستعانة بالمدارس لإيواءهم. من ضمن الوافدين إليها جنسيات إفريقية وروسية، استجلبهم جنرالهم المأزوم الذي سبقهم فهرب إلى القاهرة. ده اللي بيقوله. الحقيقة مبروك الانتصارات الأخيرة، وعقبال ما تتحرر كامل التراب الليبي من الأنجاس أتباع عبد الفتاح السيسي وطحنون وابن زايد وكل هؤلاء العراء الحفاة اللي أبوهم زايد نفسه كان جربان وحافي وله صور وحافي. والله
انت لو دورت دلوقتي على جوجل صور، طلع صورة زايد وهو حافي. طب طلع صورة زايد وهو بيجري ورا سلطان عمان، السلطان سعيد، مسعيد الراجل اللي قبل كده، مش قابوس اللي قبل قابوس، هما بيجروا وراه. طلع له الصور وهما بيشيلوا الجنود اللي البريطانيين بيشيلوهم من المركب عشان ما يمشوش على الارض. طلع لهم الصور دي عشان ما ينساش نفسه طحنون الجربان الجعان. على كل حال نشوف اللي بعده. اهلا بكم. البرلمان او يعني نظام السيسي قرر يعمل الانتخابات التشريعيه الجايه بنظام القوائم، مش بنظام الفردي، بنظام القوائم. هو الاخبار بتقول كده في القاهره، مصادر برلمانيه القاهره 24، قوانين الانتخابات المقبله ستكون بنسبه 50% بنظام 50% قوائم و500 عضو للنواب و300 للشيوخ. يعني هيطيروا ناس من الموجودين دلوقتي في البرلمان، هيحولوا ل 500 بس، وهتبقى بالانتخابات بنظام ال 50% لنظام القايمه و 50% نظام الفردي، يعني جزء بالقايمه وجزء بالفردي. ليه؟ الله اعلم. هو مش برطمان اصلا. علي عبد العال بيقول الاحزاب لن تسمح بتسلل اي شخص غير مرغوب فيه شعبيا للقوائم الانتخابيه. ده اللي بيقوله علي عبد العال العجلاتي. وانا بقول عجلاتي، مش قصدي هنا العجلاتي، لان مهنه العجلاتي مهنه سهله، اي حد ممكن يبقى عجلاتي، زي بتاع بليله يعني، زي ما جمهور الاهلي قال الله الله يا زمالك مش عارف ايه، وعامل فيها مش عارف ايه، وهو بتاع بليله. يعني جمهور الاهلي دايما يقول الكلام، ما عادش بتاع بليله ماله يعني، ما علينا يعني. يوسف والي طلعوه من القبر مره تانية، هذه الموميا، عشان يقول حاجتين. عشان يقول الاخوان طلبت الانضمام الوطني في التسعينات. انا لا استغرب من هذا الرجل المشكوك فيه اصلا انه يكذب وهو كبير، لانه كذب كتير وصغير. ده بتاع المواد المسرطنه، وهو طالع في الحوار ده عشان يضرب في الاخوان، ومش بس الاخوان، ويضرب في جمال مبارك. هو طالع يحرق جمال مبارك، يعني في الحوار ده خبط في جمال مبارك اللي هو ولي نعمته اللي كان بيوديه الحمام. يعني هو كان بيودي جمال مبارك الحمام، وكان بيقف قدام مبارك عامل كده كما الكلب، لكنه في الحوار بيخبط في جمال مبارك وبيخبط في الاخوان، وبيقول الاخوان طلبوا الانضمام للحزب الوطني. بالله عليك حد يصدق الكلام ده؟ بالله عليك حد يصدق الكلام ده؟ الاخوان طلبوا الانضمام للحزب الوطني؟ يا راجل احلف بالله، قول والله. ده الاخوان اصلا عملوا حزب بالعافيه بعد ثوره يناير. مع ان مش دفاعنا عن الاخوان يعني، بس هو طالع مخصوص عشان يخبط في الاخوان وفي جمال مبارك. هذا الرجل مكانه الوحيد كان المشنقه. يوسف والي مكانه الوحيد مقابر الصدقه بعد ما يتشرق. لان يوسف والي ملايين المصريين اكلوا مواد مسرطنه من ايده. يوسف والي كان امين عام الحزب الوطني لسنوات طويله، نائب رئيس الوزراء لسنوات عديده. يوسف والي اسمه جه في قضيه الجدع اللي اسمه عبد الرحمن ده، اللي هو بتاع المواد المسرطنه. يوسف والي اسمه جه في تقارير اسرائيليه عن تصدير المواد المسرطنه لمصر. يوسف والي ارسل مجموعات كبيره من الشباب المصري الى اسرائيل لتعليم اسس الزراعه، والنتيجه لا زرعنا ولا قلعنا، والناس جالها اسمه ده سرطان منه. فمكانه الوحيد كان المشنقه، والله هذا الجدع مكانه الوحيد كان المشنقه. عموما ما تصدقش يوسف والي، ولو عايز تصدقه خد معاك بقى مرتضى منصور بالمره عشان نبقى نختم على السريع. مرتضى منصور طلع بيقول الخبر ده، اطلع يا علي بالخبر الله يخليك، وما تاخرش عليا يا علي، ما تاخرش عشان عندي مشوار. اطلع بقى كده بالخبر. مرتضى منصور طلع يقول لحضرات اعتذرت، اعتذرت مرتضى منصور هاتون، اعتذرت عن رئاسة مجلسي الشعب والشورى في عهد مبارك. هزي، لا وده في اليوم السابع، هزي هزي. يعني بيقول لك قال مرتضى منصور إن الرئيس الراحل مبارك، ما هو مبارك مات، عرض علي رئاسة مجلسي الشعب والشورى لكني رفضت. مبارك مات، هنتكلم بقى عنه كتير بقى. وقال طارق يحيى لن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري إطلاق، ورئاسة الزمالك أهم بالنسبة لي من تولي الوزارة. أنا أتحداك يا مرتضى إنك تترشح لاتحاد الكورة.
أتحداك، مع إن على فكرة سهل توصل يعني، لكن بص جاب منين؟ مبارك عرض عليه، ولو رجعت اسأل كده إمتى. أولا مبارك عين رفعت المحبوب رئيس مجلس الشعب، وبعدين الطخ مات، وبعدين جاء مكانه غالبا الأستاذ دكتور أحمد فتحي سرور، وفتحي سرور كان وزير تعليم، وبعدين مبارك جابه رئيس مجلس الشعب، قعد حاجة بتاعت 20 سنة في مجلس الشعب، كان نائب عن دائرة السيدة زينب، وقعد حوالي، وكان رئيس اتحاد البرلمان العرب ورئيس اتحاد البرلمان الدولي، لا منصب في اتحاد البرلمان الدولي مش رئيس. وكان فتحي سرور، انسى بقى ثورة يعني، انسى اي حاجة عليه يعني، كان مشهود له، ودي حقيقة لا تقبل الشك يعني، مشهود له في البرلمان العالم ان الرجل ده حجة وقاعدة قانونية مهمة. فامتى بقى، امتى رشحك مبارك تبقى رئيس مجلس الشعب؟ لما هو يلا في الزيتة، خلينا ناخد اللي بعد صورة وتعليم. طيب صورة وتعليق، هناخد منها أول صورة. طالب بيهدي الأغنية دي لوزير التعليم، نسمعه كده مع بعض. أهان امتماما يا بي، هتخش امتحان المود بعدي، بنصرخ تويتر وفيسو مفيش، وكتبنا بوست ومقال تطنيش، ومراقب حراسة وحالة استغاثة وحبة سياسة بحياتنا مليئة. بتدخل يا باشا العيال في الفصول، وتنسى الوباء وكل ذهول، جميع اللي ماتوا شباب فقراء، جميع اللي عاشوا ولاد وزراء. حياتك يا طالب حياة ما تسويش، في ايه اللي يجبر جنابك تعيش؟ ده بين وفاتك وشهادة نجاح، كم يوم من كلام الوزير والرئيس، سيناريو العجايب عجيب العجاب، تموت البراءة ويحيى الكتاب وتهدم. والله صوتك حلو قوي قوي قوي، سيبك من التعليم والحاجات دي، انت مشروع مطرب رائع بجد والله. هو اللي احنا عارفينه تذاكر يا هانم تذاكر يا بي، ولا احنا مشهور جدا، لكن الحقيقة هو حط عليه كلام حلو جدا، ومش بس حط عليه، وغناه بشكل حلو جدا. انا رأيي حضراتكم احفظوا كل طلب التالتة سنة، والله بكلمكم جد، احفظوا النشيد ده وقولوا انتوا طالعين، يعني غنوه على السوشيال، كل واحد يغني بصوته، صوتك حلو صوتك وحش مش مهم، بس غنوه، والاحسن تغنوه جماعي، يعني مش ضروري صورتكم تطلع، لكن كل 15 طالب يغنوه كده مع بعض، وتبقى دي رساله فنيه وتاريخيه لنظام عبد الفتاح السيسي. نشوف اللي بعده. أهلا بكم في شوارع بولندا. بولندا كانت من الدول الشيوعية زمان، وهي من أوروبا الشيوعية، لكنها بعد سقوط الشيوعية بولندا، وبولندا على فكرة كان فيها الحقيقة كان فيها فريق لاعب الأهلي زمان، مش عارف كان اسمه دينامو وارسو حاجة كده، دينامو حاجة كده. في بولندا، في شوارع بولندا، واحد ماشي لقى توك توك، فافتكر مصر، وافتكر شوارع مصر ودبان مصر وطين مصر وعشوائيات، ولما قرب من التوك توك كانت المفاجأة إن اللي سايق التوك توك مصري. أيوة من المنصورة. نشوف كده. يا جماعة في توك توك في بولندا، دي حاجة أول مرة نشوفها هنا يعني. حتى الناس اللي في بولندا مش مصدقين والله. توك توك في بولندا. توك توك يا جماعة، بس مواصفات عالمية بقى وحاجات يعني، بص حاجة مش زي بص، ونفس المهرجانات ونفس الشغل بتاعنا بتاع مصر. مصري طلع مصري والله، كنت متاكد. بص اهو، عايز اقول لك عشان تصور مصري جاي تكتب في بولندا.
والله المصري معروف بجبروته يا جماعة. منين يا برنس؟ منين؟ من المنصورة. من بلد يعني حبيبي؟ منين؟ من المنصورة. من منزلة. أنا من بلقاس يا جماعة. بص والله العظيم المصريين المصريين عدوا والله يا جماعة. أهو مصري جاي من المنصورة وجاي من المنصورة. والله جاحد فعلا، والله جاحد يا علي. يعني ما هو مرة واحد صاحبي راح ليبيا زمان قبل ثورة يناير، قال لي أنا اتفاجئت بليبيا، أفهم إن بتوع البلاطي سافروا ليبيا، أفهم بتوع البياض سافروا ليبيا، الكهربائية سافروا ليبيا، إنما شفت حاجة غريبة في ليبيا. قلت له إيه؟ قال لي شفت بتاع غزل البنات ماشي بالصفارة دي يبيع غزل البنات في ليبيا. طب ده إيه اللي مودي ليبيا يبيع غزل البنات؟ وقال لي شفت بتاع البطاطا، عربية البطاطا دي، إيه اللي نقلها؟ عربية البطاطا ماشية في شوارع ليبيا، كان في بني غازي، هو ماشي في بني غازي بيبيع بطاطا وغزل بنات. فالمصريين بجد والله العظيم جاحدين جدا وعباقرة. تحية للراجل ده من بلقاس ولا من منزلة، وتحية للتوك توك. نشوف اللي بعده. الحقيقة طوابير وزحام شديد على وظيفة التمريض في وزارة الصحة. تقدمت الناس بالعشرات على وظيفة التمريض في وزارة الصحة المصرية. نشوف كده صور الزحام وطوابير الزحام للنايل. بص اتفرج، كل دول رايحين يتقدموا لوظيفة ممرض. كل دول شوف الزحام عامل ازاي. لا والمكان قد ايه اللي هم مسحومين فيه. يا ساتر يا رب. وستات في رجاله، في ستات في اي حاجه، بنات في شباب. معجنه يعني الحقيقه معجنه. وطبعا وقفوا بالساعات يعني. طيب كمان في فيديو ممرضات بمستشفى صدر الفيوم بيشتكوا صعوبه العمل في ظل قله الكوادر الطبيه. نشوف دي كده مع بعض يا علي. يا عمر يا عمر احنا اتصلنا امبارح على اهل المرضى اللي فوق وقلنا لهم تعالوا خدوهم، احنا مش هنشتغل يا جماعه، مفيش تمريض يا جماعه، قلنا مفيش تمريض هيشتغل، تعالوا خدوا حالاتكم. احنا امبارح كنا سبعه، النهارده احنا كام؟ اربعه. على كام عيال فوق؟ اربعه. الناس المستشفى يا جماعه ازاي؟ قولوا لي يا دكتور اللي موجود عمل عرض ومشي. انت عملت عرض ومشي، تجيب لنا الامن الوطني؟ طب ما تجيب الامن الوطني. خلاص يا حاج دكتور فاهم غلبان والله، وشال المستشفى بقاله شهور. يا زكي على عينه وعلى راسه. لا 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 هو عينه على راسه جاي يقطع. يا جماعه ما كلنا فينا اعراض، ما كلنا ايجابيين يا جماعه. طيب خلاص هو زعلان ليه؟ انا بحاول اصلح يا جماعه، انا بحاول اصلح. هو انا لما اوصل للصحفيين واوصل للمحافظ واوصل لاي حد يبقى المستشفى قولوا لي ايه المشكله؟ طيب انا في رساله وصلتني من حد في مستشفى وزعل، وانا هنقل الرساله ومع حفظ صاحبه الرساله، هي ممرضه. بتقول شكر خاص في بيتنا كورونا، شكر خاص للاستاذ محمد ناصر. يوم 24 رمضان بدأت تظهر على والدي أعراض كورونا، سخونية وكحة ناشفة واحتقان في الزور وتكسير في العظام. يومها اكتفى بالبنادول على اعتبار أنها أعراض عادية ومش هتطول. تاني يوم رمضان وبيحكي بقى لحد ما وصلنا احنا وافقنا على رغبته في إننا المستشفى، وبيحكي القصة كلها. وأنا الحقيقة يعني نقلتها عندي، بس أنا ما أقدرش أقول اسمه، لكن خلينا أقول الرسالة من هنا أفضل. هات لي رسالة علي من هنا أفضل، لأن أنا من هنا مش عارف أقرأها كويس. إنما الرسالة وصلتني أهو من أحد الأشخاص. الرسالة أهو: مستشفى السكة الحديد اللي في أبو زعبل في ظلم كبير حضرتك من وقت ما كامل الوزير مسك وزارة النقل. خلاص أنا بقول أنا عندي. جاب له الدكتور عاطف إمام رئيس مجلس الإدارة من أول ما مسك، فصل عقود كتيرة دكاترة وتمريض وخصم من مرتباتهم وخصم الوجبات والإضافي وقرارات غلط وصعبة. الناس تعبت، محدش قادر يتكلم، واللي بيتكلم بيفصلوا فصلوا
55 دكتور وممرض. حضرتك بينقلهم كل شهر من محافظة لمحافظة وكلهم متجوزين ومعهم عيال، وبيفرقهم عن بعض مستشفى السكر حديد إلا في أبو زعبل، مش مترخصة لأن جنبها مقلب زبالة ومصنع كيماويات بيهب جامد ويدخل على المرضى الكيماوي ويكتم الصدر. ووزارة البيئة منعت وهم فتحينها من 9 سنين. حضرتك مستشفى كبيرة معمولة ب 15 مليون والمدير أحمد حجازي حط 3 مليون في جيبه وعملوها في منطقة غلط مفتوحة استقبال وعيادات ما فيهاش أي أجهزة طوارئ، ما فيهاش حقن للقيء من سنة ولا أي حقن غير مسكن، الاستقبال مش مهيئ لأي مريض. وكان الوزير من شهر كان موجود فيها وقال ما تصلحش مستشفى. دلوقتي حضرتك عملوها عزل مش موفرين كمامات، بيقول لهم اشتروا ونعطيكم يوم. كل يوم خناقات بين الدكاترة والتمريض والعمال بسبب الكمامات والجوانتيات. والله اقسم بالله بنشتروا على حسابهم، مفيش كحول نهائي في المستشفى. بيقول لهم اشتروا انتوا، الدكاترة قاعدة في البيت من الوضع السيء والتمريض متبهدل ومفيش مساحات اتعملت لهم. وهو أم الشيء عمله استثماري اليوم ب6000 جنيه لأي مريض خاص، وعمل غرف أولى ممتاز وحجز فيها 3 صحفيين، متعاقد مع الإذاعة والتلفزيون. لكن عمال السكة الحديد اللي من حقهم يتحجزوا بيروحهم ويقول لهم اقعدوا في البيت 14 يوم. لازم شبكة أكسجين، دول بيجيبوا كل يومين 20 أنبوبة أكسجين بتخلص الناس اللي شغالة هناك من الظلم، والناس بتموت. وأما بيطلبوا بأي حاجة ما بيوافقوش وممنوع يتكلموا، ولو زعقوا وقال لهم مش طالعين عزل بيقول لهم قدموا استقالاتكم وانتوا في حرب بناس اتصابت كتير منهم مش بتسأل. الرسالة دي وصلتني وأنا طويلة جدا، وذكروا اسم اللواء عاطف، واللواء عاطف منه لله هو مصاب حالا بكورونا، هو أشرف رسلان رئيس هيئة الهيئة. الناس بتطالب بكمامة أقل حاجة وكحول. الرسالة دي وصلتني وأنا قريتها زي ما وصلتني. فخلينا نشوف العاجل اللي موجود معانا على طول. عاجل بيقول اهو انه مصادر لمكملين، إصابة 12 معتقل بفيروس كورونا داخل قسم أول المحلة بمحافظة الغربية. مصادر لمكملين، إصابة 12 معتقل بفيروس كورونا داخل قسم أول بمحافظة الغربية. العاجل الثاني، وفاة المعتقل حسن زيادة نتيجة إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية بمستشفى المحلة العام. واضح أن الموضوع في المحلة صعب جدا. قبل ما أختم الفاصل ده ونروح نشوف القروض الفظيعة جدا، ويكون لقائنا مع الدكتور أشرف دوابة على القروض اللي واخدها السيسي، قبل ما أختم ده عايز أقول لكم أن الفيديو اللي زعناه بتاع الدبابات ده ناس كتيرة بتأكد أنه قديمة. أنا بس عشان أقول الأمان، ناس كتيرة بتأكد أنه قديم جدا وانه من 4 سنين مش من دلوقتي، الله اعلم. لكن انا بقول اللي هو اللي عليا، لكن انا يعني مطمن ان السيسي جبان واجبن من يخش حرب مع ليبيا. خلينا نطلع فاصل قصير جدا الحقيقه، وناخد السفه وال15 المليار اللي واخدهم او حوالي 13 مليار في 15 يوم اخذهم السيسي مليون دولارات. هنتكلم هنناقش الوضع الاقتصادي ونزيف الاقتصاد المصري وما هو مستقبل الجنيه مع الدكتور أشرف دوابة، ولكن بعد فاصل.